اهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله يا ربي، تكونوا بصحه مزيانه. اليوم مشينا لابلاص، صراحه ما وصلت لعندهم حتى شي ربع ديال العشيه، هما كانوا سبقوني مشاو. انا الهدف ديالي هو نشوف هاد عين لالا ميرا، كنت سبق لي مشيت صورتها ولكن مشالي التليفون اللي تسرق لي الاول مشالي، ودابا عاوتاني جيت لها وقلت علاش ما نبارطاجيش معكم بلادي فين انا عايشه، شنو فيها، شنو الحاجات اللي فيها زوينين. صراحه هاد عين لالا ميرا زوينه، الما ديالها سبحان الله زوين ونقي ما شاء الله، كيقولوا بانه كيصلح شحال من حاجه، ما عرفش كيغسلوا بيه، كيدوشوا بيه. والما اللي هنايا هادي فين كان كيعوموا هنايا الناس، هذا هو لابلاج. ما بيناتهمش بزاف، ما بين لابلاج وعين لالا ميرا ما كاينش فيهم بزاف، ما كاينش بزاف ديال الوقت. صافي كطلعي هذيك الطليعه، قبل كنا بصعوبه باش كنا كنهبطوا ما كانوش مصوبين لينا هاد الطريق هادي، ودابا عاد صوبوا علينا. صراحه بدا كيتحسن، اسفي، بداو كيصوبوا فيه شي حاجات مزيانين. فين حنايا نبدلوا الجو، فين ندورو شويه، فين نشوفوا بلادنا زوينه والبحر ديالها زوين. اسفي ولكن كاين شويه ديال الاهمال، ولكن الحمد لله مني فاقوا بيها وبداو كيصلحوا في هذا الشيء ديالهم. هنايا غادي نمشيو للعيله الاميره، كيف ما كتشوفوا كانت عامره بزاف بزاف بزاف، كانت عامره هذيك الحبيبه ديالي عميتو، الله يحفظها ليا يا ربي، ظريفه من اطيب خلق الله صراحه. الله كاين معايا اختي والعائله لافامي كامله. وهنايا خليت التليفون سلمى وقلت لها انا غادي نمشي نشوف ديك الشلاله، صح لقيتها عامره. كنت بغيت نهضر لكم بزاف عليها، ولكن ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو اخر من العين الفوق، من هبط هاد الماء هذا اللي كيبان لكم هنا في هاد الشلال. قالت لي بان اختي راه كاينه واحد كافي الفوق، مازال ما مشيتش لها، ان شاء الله الا مشيت ليها ضروري ما غادي ندير لكم لا فيديو فيها. المهم نخليكم تشوفوا كيفاش الاجواء دايره، وكيفاش دايره مدينتنا مدينة اسفي، وكيفاش دايره العين لالا ميرا. هي ماشي شلاله ولكن بحال شلاله وقدامها البحر، اهم حاجه اللي زوين هي عين وقدامها البحر، وداك البحر ما شاء الله غزال غزال بزاف، شوف سبحان الله. المهم نخليكم تشوفوا حتى الاخر تقولي رأي ديالكم، ومازال ان شاء الله نصب لكم فيديوهات زوينين على بلادي ولا بلدان اخرين، بلايص كاملين اللي كيعجبوني غادي نمشي ليهم.